المستكشف راشد مركبة من نوع الروبوتات الذكية صنع بأيدي إماراتية 100% في دبي تحت إشراف مركز محمد بن راشد للفضاء وبشراكات محلية ودولية. ويتضمن المستكشف معدات ترسل إلى سطح القمر للمرة الأولى وتسمح بتوفير بيانات غير مسبوقة حول القمر. بخروجه بسلام من مركبة الهبوط اليابانية التي ستنقله إلى سطح القمر هاكوتو آر ميشن 1، يكون المستكشف راشد أول روبوت من نوعه يهبط على سطح القمر والأخف وزناً ولكن الأكثر تطوراً من النواحي التقنية. يتكون المستكشف من مجسم مضغوط هرمي الشكل مصنوع من الألومنيوم بأبعاد هندسية متناسقة، حيث يبلغ طوله 53.5 سنتيمترات وعرضه 53.85 سنتيمترا، أما ارتفاعه فيبلغ 8.49 سنتيمتر. يبلغ وزن المركبة 10 كيلوغرامات وهو الوزن المثالي الذي توصل إليه المهندسون الإماراتيون لتمكين المستكشف من الهبوط بسلام، ولذلك تم تضمين المستكشف 4 عجلات مستدامة تعمل كل منها بمقود مستقل قادرة على تحمل حرارة سطح القمر التي تبلغ خلال النهار القمري نحو 120 درجة مئوية. وقد تم تركيب مواد تخص وكالة الفضاء الأوروبية على عجلات راشد لاختبار قدرتها على تحمل الظروف على سطح القمر. هذه المواد تستخدم في تصميم بدلات رواد الفضاء. تتمتع هذه العجلات بالقدرة على السير بسرعة تصل إلى 10 سنتيمترات في الثانية بدرجة ميلان تقدر ب20 درجة. ويتضمن المستكشف راشد ألواحا شمسية لتزويده بالطاقة التي تحتاجها معداته للعمل بكفاءة، وتتمثل هذه المعدات في كاميرتين بصريتين أساسيتين كاسبكس ثلاثية الأبعاد تتحرك عموديا وأفقيا توفر صورا من سطح القمر بأعلى دقة حتى الآن للطبقة العليا من الغبار القمري. كاميرا مجهرية للتحقق من مدى تفاعل مواد سطح المستكشف من الإشعاع الشمسي الذي له أهمية كبيرة في فهم بيئة البلازما وتفاعلات تربة القمر، وكاميرا للتصوير الحراري لمسح سطح القمر، إضافة إلى جهاز استشعار الشحنات الكهربائية الدقيقة الذي سيدرس طبقة البلازما الموجودة حول القمر. وعبر أنظمة اتصال تعمل لحظة بلحظة يرسل المستكشف راشد صوره وبياناته إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ومن ثم مشاركتها مع الدوائر العلمية في اختراق علمي فضائي جديد.